خمس حي الوعر تكبير احدى الابراج المدنيين. حسبي الله ونعم الوكيل. اشتعال الحريقة حرائق في الابراج. حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا صرخات الاهالي في التكبير. 3/12/2014 حمص حي الوعر. استهداف قناصين مشفى حمص الكبير احدى الابراج مما ادى الى اشتعال المنازل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حمص حي الوعر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حمص حي الوعر. 3/12/2014 اشتعال المنازل بسبب استهداف القناصون وعرباج الشركة على الأبنية. حسبي الله ونعم الوكيل.